الحجاج السعدي، اتحكم عليه بأغرب حكم في الكويت. شخص قدر يتسبب في خلق حالة من الرعب في شوارع الكويت، وتحديدا في منطقة اسمها حولي، لدرجة انه لقب بوحش حولي، واحدة من اغرب واكتر قضايا الرعب اللي حصلت في الكويت. 2006، طفل كويتي اسمه محمد عنده 10 سنين، كان نازل الشارع يشتري حاجات. قبله شخص طلب منه ان يوصله على عنوان معين، والطفل محمد حب يساعد الشخص ده ومشي معاه لحد العنوان. ومجرد ما وصلوا عند العمارة دي، الشخص طلب من الطفل محمد انه يطلع معاه لفوق، ومجرد ما الطفل ركب معاه الاسانسير، الشخص ده طلع سكينة وهدد محمد بانه هيقتله، وطلع بيه على سطح العمارة واعتدى عليه، وطلب من الطفل محمد انه يقعد فوق لمدة ساعة وانه ما ينزلش وراه لانه لو شافه تحت هيقتله. الطفل محمد انتظر ساعة فوق سطح العمارة، وبعدها نزل جري طلع على بيته، واول ما وصل بيته بلغ اهله بكل اللي حصل. اهل الطفل محمد نزلوا على الشوارع علشان يحاولوا يلاقوا الشخص ده اللي اعتدى على ابنهم، وكل محاولات البحث اللي تمت في المنطقة والمناطق المحيطة حواليها كلها فشلت، ومحدش قدر يلاقي الشخص ده. اهل الطفل محمد توجهوا على اسم الشرطة في منطقة حولي، والشرطة عملت بلاغ وخدت كل التفاصيل من الطفل محمد، لكن للأسف مفيش اي حاجة واضحة الشرطة تقدر من خلالها توصل للشخص اللي عمل كده. وبعد اسابيع من الحادثة دي، طفل تاني عنده 6 سنوات، اهله ييجوا يعملوا بلاغ في اسم الشرطة، بيقولوا ان شخص اعتدى على ابنهم وخدوا على عمارة لسه تحت الانشاء، ومجرد ما دخلوا جوه هددوا بنفس الطريقة، رفع عليه السكين وشل حركة الطفل تماما واعتدى عليه. وبعدها بكام يوم يجي بلاغ تاني من اهل طفلة عندها 7 سنوات، بيقولوا في البلاغ نفس اللي حصل بالظبط، برضو شخص يقابلها بالصدفة يطلب من الطفلة حاجة معينة، ومجرد ما الطفلة بتمشي معاه الشخص ده بيهددها وبيعتدي عليها. كل البلاغات اللي وصلت للشرطة هي بنفس التفاصيل. البلاغات كلها كانت بتنحصر ما بين منطقة اسمها حولي ومنطقة اسمها السالمية، وعدد البلاغات اللي وصلت لاسم الشرطة خلال فترة قصيرة جدا اكتر من 18 بلاغ، كلهم بيقولوا نفس الاوصاف بالظبط. وطبعا بعدد البلاغات المعروفة اللي اهل الاطفال توجهوا لاسم الشرطة علشان يعملوا محاضر، الا ان في عدد كبير جدا من الاطفال خافوا اصلا يتكلموا، او ان اهلهم رفضوا يروحوا لاسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ. الشرطة الكويتية كان كل ما بيجي بلاغ كانت بتطلب تقرير من الطب الشرعي، يحاولوا ياخدوا عينات من الاطفال او من لبس الاطفال، تحاول توصلهم للشخص الجاني او المتهم الرئيسي. ومفاجأة تقرير الطب الشرعي ان كل العينات اللي تم الحصول عليها من الاطفال تعود لنفس الشخص، هو شخص واحد اللي بيرتكب كل الجرائم دي. وبعد فترة من الوقت انتشر الموضوع جدا في شوارع الكويت، وتحديدا في مناطق زي حولي والسلمية، واطلق على الشخص ده اسم وحش حولي، لدرجة ان كان في اهالي كتير جدا بتمنع نزول اطفالهم للشوارع، وده بس بسبب الخوف من وحش حولي. وكان كل شوية تطلع اشاعات مختلفة من نوع ان شخص شاف وحش حولي، او ان في حد بيهدد حد ان هو هيجيب له وحش حولي. وحالة الرعب اللي كانت عند الاهالي في الوقت ده في الكويت كانت صعبة جدا، وفي نفس الوقت اجهزة الامن في الكويت كانت شغالة على تحريات كتيرة جدا في محاولة للوصول لوحش حولي، وجابوا رسام متخصص في رسم وجوه الاشخاص، وخدوا كل المواصفات من الاطفال اللي تم الاعتداء عليهم، لحد ما وصلوا لرسم توضيحي يوضح شكل وحش حولي. تم توزيع الرسم التوضيحي لوحش حولي في كل الاماكن والمناطق المختلفة في دولة الكويت، والمعلومة اللي كانت بتتاخد من معظم الاطفال ان الشخص ده مصري الجنسية وجسمه رياضي وعنده سنة مقصورة. نرجع لأول بلاغ اتكلمت عنه، وهو عن الطفل محمد. بعد فترة طويلة أخو الطفل محمد كان ماشي في الشارع، فلمح شخص يشبه الرسم التوضيحي اللي وزعته الشرطة عن وحش حولي. الشخص ده كان معاه طفل صغير كان بيبكي جدا. أخو الطفل محمد دخل على الشخص ده علشان يعرف هو الطفل ده بيعيط ليه. الشخص رد عليه باللهجة المصرية وقال له إن مفيش أي حاجة. أخو الطفل محمد شك فيه واتهمه إن هو وحش حولي، لكن الشخص ده بسرعة هرب منه واختفى تماما عن الأنظار. أخو الطفل محمد توجه للشرطة وقال لهم إن هو شاف شخص يشبه وحش حولي في الشارع، وكان معاه طفل صغير بيبكي بقوة. فالشرطة خدت منه كل الأوصاف اللي أخو محمد اتكلم
يتكلم عنها، وبعد ساعة بالظبط يوصل بلاغ لاسم الشرطة بأن تم الاعتداء على طفل في نفس المنطقة اللي الشخص ده هرب فيها. ولما اتعرض الرسم التوضيحي على الطفل اللي تم هتك عرضه في المنطقة دي، الطفل اتعرف على الرسم وقال ان هو ده الشخص اللي اعتدى عليا. بعدها بأقل من شهر يوصل بلاغ لاسم الشرطة بوجود شخص مصري شغال في أحد الأندية الرياضية تم اتهامه بالتحرش بأحد الأطفال في النادي، وإن والد الطفل لما عرف اعتدى على الشخص ده بالضرب، لكن الشخص ده قدر يهرب من النادي بسرعة. الشرطة توجهت على النادي الرياضي علشان يعرفوا مين الشخص ده، لكنهم اكتشفوا إن النادي طرد الشخص ده من العمل وتم فسخ التعاقد معاه. الشرطة طلبت تشوف صورة للشخص ده علشان تكتشف إن الصورة دي تتطابق تماما مع الرسم التوضيحي لوحش حولي، وإن الشخص ده هو غالبا وحش حولي. والشرطة تعرفت عليه إن اسمه حجاج السعدي، مصري مقيم بالكويت من 2005، وإنه عايش عند عمه في منطقة حولي. لما الشرطة راحت لعمه علشان تقبض على حجاج السعدي، اكتشفت إن حجاج السعدي لم كل شنطه واتجه على المطار علشان ياخد أول رحلة رجعة على مصر. الشرطة عملت اتصالاتها بسرعة بأمن المطار، واكتشفوا إن كل ركاب الطائرة طلعوا على الطيارة فعلا. أجهزة الأمن وصلت المطار وأجلت إقلاع الطائرة، وأجهزة الأمن طلعت على الطيارة علشان تقبض على حجاج السعدي، فتم القبض عليه ونزلوه من الطيارة وطلعوا بيه على اسم الشرطة للتحقيقات. وبدأت التحقيقات معاه، والاعترافات تظهر إنه شخص غير طبيعي وغير سوي ولا يشرفنا تماما انتمائه لمصر. حجاج السعدي سافر الكويت سنة 2005، اشتغل هناك عامل في مجال الكهرباء في الأول، ولما فشل راح اشتغل في أحد الأندية الرياضية وتحديدا في رياضة كمال الأجسام. حجاج السعدي بيقول في الاعترافات إنه مش فاكر عدد الضحايا اللي تم الاعتداء عليه، وإنه حاول ينكر أكتر من مرة الاتهامات الموجهة ليه، وحاول يقلل عدد الأطفال اللي تم الاعتداء عليه، لكن تقرير الطب الشرعي كان دايما بيقول إنه كل العينات اللي تم الحصول عليها من الأطفال تتطابق تماما مع العينات اللي تم الحصول عليها من حجاج السعدي مجرد ما تم القبض عليه. حجاج كان بيعتمد على قوته الجسمانية في السيطرة على الأطفال، وده أصلا منتهى الضعف إنك تعتمد على قوتك في السيطرة أو شل حركة طفل، أنت شخص أصلا ضعيف. ومن اعترافات حجاج السعدي إن هو تم الاعتداء عليه وهو صغير، وده سبب له نوع من أنواع الانتقام اتجاه الأطفال. خلال فترة البحث عن وحش حولي تم اتهام اكتر من 260 شخص بان هم وحش حولي، لكن كان بعد ما بيتم القبض عليهم يتم الافراج عنهم مرة تانية، لان كل الادلة والرسومات وتقرير الطب الشرعي بتقول ان 260 شخص دول ملهمش علاقة بوحش حولي. تم مواجهة بعض من الاطفال مع وحش حولي اللي هو حجاج السعدي، وكل الاطفال تعرفت عليه وقالت ان هو ده الشخص اللي اعتدى عليهم، واتحكم عليه باغرب حكم في دولة الكويت. اتحكم عليه بخمس احكام اعدام، واتحكم عليه بثلاث احكام سجن مؤبد، وده اغرب حكم ممكن تسمعه في حياتك. وفي 2013 تم ترحيل حجاج السعدي الى ساحة الاعدام، وتم نقل حكم الاعدام على حجاج السعدي في بث مباشر امام اهالي الكويت. والحقيقة كان في حالة من الفرح الكبيرة في شوارع الكويت بعد اعدام وحش حولي، واهالي الجالية المصرية اللي عايشة في دولة الكويت كلها تبرأت منه، واحنا كمصريين اكيد برضو بنتبرأ منه. سلام عليكم.